Whoa! I got you! You did it! هلاو الأحبوشيين، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غندوي لكم على التجربة المتواضعة ديالي. وحيت بزاف سولوني على هذا الموضوع ديال كيفاش تتعلم اللونجلي والطرق باش كتتعلم اللونجلي وكيفاش بديتي. أنا بديت من شحال يعني من شحال ومازال دابا كنتعلم يعني ماشي كملت، ولكن حاجة زوينة أنني نشارك معكم شنو كندير وهذا الشيء اللي كندير باش كنتعلم اللونجلي اللي جاب معايا نتائج زوينين أنشاركو معك. دونك غيبقى معايا وغنقول لك كلشي. هذا الشيء اللي غنبارطاجي معاك كله متعلق بالنفسيه ديالك وكيفاش غتعلم اللونجلي وانت فرحان يعني باغي تعلم اللونجلي، وغنبارطاجيه معاك حيت ما عنديش مع الاحتكار ما كنحملوش كنبغي نبارطاجي. ولكن قبل ما نبدا بغيت نقول لك بارطاجي هذا الفيديو ودير لايك، بغيت هذا الفيديو يوصل ل 1000 لايك. مهم على حسب، يقدر يوصل يقدر ما يوصلش. اوكي نبداو. اول حاجه بغيت نقولها لك هي انك تبغي البريطانيين المراكنة، الناس اللي كيدويو باللونجلي، الناس اللي موالين اللغة، هادوك خاصك تحس بالحب تجاههم. ملي كتحس بالحب تجاه شي ناس كتعلم اللغة ديالهم بالزربة، خليها في بالك. وبما انك بغيتي تتعلم اللونجلي حس بالحب تجاه النقالزة والمراكنة. ملي غتبغي هاد الناس راك كملتي النص ديال الطريق ديالك وما بقالك والو تتعلم اللغة ديالهم. ثاني نصيحة غنعطيها لك هي الأفلام. أكثر حاجة غتفوج فيها وانت كتعلم فيها اللونجلي هي الأفلام، وخصوصا الأفلام والسلسلة اللي كيكونوا نقيين وكتقرا في الترجمة ديالهم. ما حدك كتقرا في الترجمة وكتحلل شنو كيقولوا كتعلم اللونجلي. بالطبع تندوي على الأفلام اللي باللونجلي، ملي كتحلل الإحساس والكلام ديال الممثلين اللي كيمثلوا داك الفيلم كتعلم حاجة جديدة في اللونجلي. ومع انت متبع القصة واخا الا ما كانتش الترجمة راك كتفهم، يعني ما حدك كتفهم القصة يعني كتفهم شنو تيقولوا. ثالث نصيحة نقولها لك هي الاغاني، الاغاني الراقية ماشي الاغاني اللي خايبين ولا الاغاني اللي بحال سندويتش 3 دقائق. تندوي على الاغاني اللي كيكون فيهم معنى، وكندوي على الاغاني الراقية واللي كتكون مترجمة، يعني كتلقى الترجمة ديالها وكل كلمة كتحلل فيها وكتعلم اللونجلي. وخصوصا الاغاني القدام، يعني الاغاني القدام اللي كتكون الكلمات ديالهم كاينة في يوتيوب، قلب عليهم وحلل كل كلمة وغيعجبك داك الريتم، وفي نفس الوقت غتعلم بواحد الاحساس. رابع نصيحة غنعطيها لك واللي هي أحسن طريقة كنشوفها أنا يا باش تعلم اللونجلي واللي زوينة، واللي هي الفهم البصري، يعني أنك كتخدم البصر ديالك باش أنك تفهم واحد الحاجة. يعني إلا شدينا مثلا واحد العصفورة، مثلا بيرد عصفورة، ملي غتشوف العصفورة وغتقرأ وغتفهمها باللي بيرد هي عصفورة في الوعي في الفهم ديالك، هكاك غتعلم اللونجلي. وكيفاش غتخدمها الطريقه اللي شفتيه قدامك، حاول انك تقلب على الترجمه ديالو. مثلا شفتي حداك كتاب قدامك، قلب باش تعرفوا انه بوك ذا بوك. اي حاجه طاحت على عينك في ديك اللحظه ديريكتومون سير قلب على الترجمه ديالها، يعني في اي لحظه جاتك ملي بغيتي تعرف واحد الحاجه، مثلا كرتونه بغيتي تعرف انها بوكس، بغيتي تعرف شي حاجه يعني بانت لك حدا عينيك حدا وجهك شفتيها نيشان، سير نيشان الترجمه ديالها وقلب على شنو كتعني باللونجلي. هاد الطريقة هي الأصل اللي معلمين بها النقالزة والمراكنة، يعني هي أول حاجة تعلموها، يعني هذه هي الطريقة اللي علموها لهم حيت والديهم أصلا كانوا واخدين اللغة وهكاك تعلموها هما بالفهم الفهم البصري. سادس نصيحة غنقولها لك هي بقى تشارك مع الدراري صحابك أمثلة باللونجلي، شي كليمات، بقى تعنب، بقى تمدح، بقى تسلم، بقى دير أي حاجة كديرها بالدارجة ديرها باللونجلي. حاول انك في شي فترات تبدا تبدل النمط ديالك ديال العيش باللونجلي، ماشي غير تبقى واحد في واحد اللغه واحده اللي هي الدارجه. بالطبع ماشي مع كل شيء، غير مع الاصدقاء اللي عزاز عليك وعزيز عليهم والصديقات واللعيبات وداكشي. سابع نصيحه غنعطيها لك هي قلب على جروبات اللي فيهم ناس تواصل معاهم باللونجلي صافي، يعني ناس عندهم مع اللونجلي، حيت عقلك في ديك اللحظه غيبدا ينسق الجمل ويبدا يمخض داك المخ مزيان حتى يخرج الجمل اللي غيتوافقوا مع داك الحدث او داكشي اللي كيهضر معاك داك خينا اللي ديجا شاد اللونجلي بواحد الفصاحه. دونك عندك فيسبوك انستغرام، عندك بزاف، بروفيتي فيهم وهضر باللونجلي، ومنها النيت طيح توت البري. حيت ملي كدوي مع واحد مختلف على اللغه ديالك وديك اللغه اللي كيدوي بها هي اللي باغي تعلمها نتايا، تتولي تديفلوبا. بحال دابا نتايا في البدايه ديالك في الفيسبوك كنتي كتقول السلام S A L A M، دابا لا وليتي كتقول S L M، يعني سلام هي S L M داكشي
ديفلوبا يعني تختصر مع الوقت داكشي اللي غيوقع لك ملي تولي تواصل مع بزاف ديال الناس اللي شادين لونغلي داكشي لا يوقع لك النيت وهكا غتشد لونغلي وانت فرحان. ثامن نصيحه غنقولها لك هي الليل حيتاش دابا العلم اكتشف باللي ان الليل داك العقل ديالك كيولي يخزن بزاف ديال الحوايج. دونك واحد اللعيبه اللي بانت مؤخرا وانك يمكن لك تعلم اي لغه يعني كما بغات تكون اللغه وتهز باجاج ديالها وتعلمها بالزربة فوقيت قبل النعاس ماشي فوقيت النعاس في الوقيته ديال قبل النعاس. اذا قبل ما تنعس اخويا ولا اختي دير خدمتك في شي انشاء بينك وبين عقلك مثلا ولا خدم شي فيديو وبدا تفرج فيه ولا شي كونفرساسيون هكا تقدر تفرج تسمع ليها. هذه طريقه زوينه بزاف. تاسع نصيحه غنقولها لك هي صيفط البريات لصحابك والبنات اللي تتعرف صيفط البريات ووصفهم فيهم وصف الشكل ديالهم وصف التعاملات ديالهم يعني بكل شفافيه لي زادجيكتيف من تما غتاخذهم كذلك التانسز غتعلمهم غير من هذه اللعبه هذه ديال البريات وحاول تخدم على دوك البريات باتقان وخدم تراديكسيون وهكا غتكتسب واحد الباجاج. عاشر نصيحه غنقولها لك واللي هي غتخليك تبدع يعني بغيتك انت تبدع هي انك تبقى تكتب قصص وتكتب اغاني دياولك انت. يمكن لك ديرهم مثلا بالدارجه في الاول وتحولهم لونغلي وخدم تراديكسيون خدم اي حاجه وهكا غتكون باجاج يعني تخدمهم بواحد الفيلين واحد الاحساس اللي زويون. دونك هذه طريقه زوينه. وسع نتايا دير حتى مسرحيه دير روايه دير كتاب دير شي افكار خواطر دياولك شي فلسفة ديالك انت بوحدك يعني كتآمن بها شي حاجة وهاد اللعبة غتنفعك في الوقت اللي تحس بيه انت بالملل غتنفعك هاد الكرياتيفيتي في الوقت اللي تكون فيه انت حاس بالملل ولا يعني كتكوفري بيه وكتفوج بيه على راسك حيت شي حاجة اللي نابعة منك انت نابعة من الإحساس ديالك وقد ما سمعتيها بالإحساس وترجمتيها كتحس بديك الترجمة وتتعجبك اللونغلي. كانوا هادو 10 ديال النصائح اللي بغيت نبارطاجي معاك كاين بزاف ديال النصائح بغيت نقولهم ولكن ما غيكفيوش الفيديو واحد. دونك هادو نصائح والنصيحه الاولى والاخيره اللي نقول لك هي بغي المراكنه بغي النقالزه بغي الناس اللي كي دويو بهاد اللغه هادي قد ما بغيتيهم قد ما غتبغي اللغه ديالهم وقد ما غتبغي تعلم اللونغلي باش تولي يعني تفهم شنو تيقولوا وتفهم اي واحد تيدوي باللونغلي وهكا يكون التواصل زوين. وعرف باللي المجالات الواعرين الطوب ديال الطوب في العلم الواعرين في اي علم في المجال ديال التصاحب في المجال ديال الحب في المجال ديال العلم الرياضيات الذكاء الاجتماعي اي مجال اللونغلي راه احسن لغه اللي غتوصلك ليهم واحسن لغه اللي غتوصلك لشنو باغي بالضبط يعني داكشي اللي انت باغي وعزيز عليك وزويون هو اللي غتوصلو لك اللونغلي بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف. بيساند لاف لصحاب الباك والناس اللي غيدوزوا الجهاوي وكل شيء وكنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وما تنساوش تبارطاجيوني الى عجبكم الفيديو ولايكي وصافي وداكشي وابوني وكل شيء وشكرا بزاف الخوت احبكم في الله. Goodbye. الى اللقاء.